حاجة برحب بكم والغناء المميزة اس 24 نورتونا. شاكر جدا لحضوركم. الحاجة الأساسية والحاجة دائما الدعمة بتدعموا المشاريع للشباب. غنى دائما بتكون يعني حريصة تكون يعني موجودة في أي إيفنت خاص بمحمد جاكيت. أنا بشكركم جدا. بتمنى التوفيق لكل المشتركين معي. ده أول بازار رجالي في السودان. ده يعتبر الأول من نوعه، لكن الحمد لله لقى قبول عالي شديد، والحمد لله الناس استرزقوا، والحمد لله قدرنا نفتح باب رزق لأسر منتجة. الحاجة الثانية الأساسية والأنا هدفي فيها هدفين أساسي كان منها، غير الناس تبيعوا كده تستفيد كيف إنه يعني تعمل ماركتينج لنفسها، تستفيد عن طريق السوشيال ميديا كيف تقدر تنمي يعني قدراتها وتفاصيلها وحياتها عن طريق سبيكر متحدثين حيكونوا معانا من يوم بكرة إن شاء الله. البازار مدته 10 أيام من يوم 19 رمضان لحد هو الوقفة. بتمنى بأن الناس تستفيد، بتمنى الناس يعني الفكرة ما فكرة البازار بأنه بس أنا أبيع أجيب منتج وأبيعه بس، لا أنا بثبت أو بفتح باب رزق لأسر فعليا هي محتاجة للموضوع ده، لشباب شابات فعليا محتاجين للشغل ولعالم البيزنس، يخش على البيزنس بطريقة صحيحة وطريقة إن شاء الله تكون يعني لتر أون تبقى لهم براندات إن شاء الله. النقطة الثانية المهمة وأنا مصر عليها برضو بأنه أنت البازار ده عامله نظام شنو نظام تجيب منتجاتك القديمة أو تجيب ملابسك القديمة، تفضي ملابسك من دولابك تشتري جديد هنا، بحس أنه القديم ده نحن نستفيد منه في أعمال خيرية، نستفيد منه في كسوة تعيد لأخوك تاني عفيف برضو محتاج لها. ويا حبذا لو اشتريت طبعا يعني اشتريت جديد برضو، اشتريت لنفسك واشتريت لأخوك العفيف برضو معك، دي برضو تكون حاجة حلوة شديد. أنا مصر على النقطة دي لأنه لازم نحن ندعم بعض، لازم نساعد بعض، لازم نقيف مع بعض. شاكر جدا 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 لحضوركم، نورتونا وما قصرتوا، وبشكر كل الإعلاميين الحضور، بشكر كل الفوتوغرافيين، بشكر كل نجوم المجتمع والسوشيال ميديا. أنا شاكر جدا ومقدر. احنا بنتمنى التوفيق لكل الناس اللي بيعملوا في الدور بتاع الازياء، ونحن سعيدين جدا. اول حاجه بنشوف اطلالات جميله جدا، وزي ما شايفين جاكيت باطلالاته الجديده، هو دائما طبعا في عالم الاعلام معروف يعني في عالم الاعلام، ونحن بنتمنى ان يكون في مفاجات اكثر، ونحن طبعا دائما بنلبس من جاكيت يعني، ومتميز يعني بالكولكشن بتاعه بكل شيء. ما نحن بنتمنى برضو انه هو يتوفق دائما، ونحن مبسوطين جدا في البازار. شكرا. بكم في زاوية جاكيت السودان، مهرجان الأضخم على مستوى السودان. من أول يوم حضور مميز جدا، حضور لطيف، بيوتات سودانية، مشاريع ناشئة، براندات معروفة قدروا يجتمعوا في مكان واحد حتى أن يقدموا الخدمة للمجتمع السوداني ولأفراد المجتمع بكل المستويات يعني. فمثل المهرجانات دي دائما بتبعث جوانا حماس كبير ودافع أفضل، لأنه في شباب برغم الأوضاع اللي بنشوفها في السودان، الأوضاع الاستثنائية الصعبة، قادرين إنه يقدموا مشروعاتهم، قادرين إنه يسوقوها بالصورة المطلوبة، شايلين هم غيرهم في خدمتهم يعني. فدي بداية طيبة، وإن شاء الله تكون بداية
لمساحات أفضل وأوسع. جاكيت دائما عودنا في كل مكان في كل زمان إنه هو ما يكون براند خاص بس للأخذ والعطاء والبيع والشراء، إنه يكون في جانب آخر عنده علاقة بالمسؤولية المجتمعية، وده شفناه في كثير من المشاريع في الفترة الأخيرة. مشاريع عندها علاقة بأصحاب الهمم، عندها علاقة بالأسر المتعففة، وما عايز أقسم ظهره يعني في المساحة دي، لكن ده جهد المفروض إنه يبرز للناس عشان الناس تقتدي به أو تسير على نهجه. مرحبا بكم في فقرة نصائح قانونية. اليوم هنتكلم عن حاجة جديدة مختلفة عن الفقرات السابقة، اللي هي الخاصة بباب معين في قانون الجنائي السوداني سنة 1991، اللي هو الباب 17، بتكلم عن الجرائم الواقعة على الأموال. ما هناخد الباب كله، هناخد بعض الجرائم اللي هي أكثر شيوعا في مجتمعنا وفي محيطنا المربك كمواطنين يعني عاديين في حياتنا اليوميه، اللي هو الماده 175 اللي هي بتتكلم عن النهب، او احنا ممكن بمفهوم المجتمع اللي اقرب لانها تكون من الجرائم اللي بنطبق عليها التزاع طويله، يعني باعتبار انه هي بتتكلم جريمه النهب انه هي سرقه ذات استخدام قوه جنائيه، سرقه ذات استخدام قوة جنائية، إنه ذول يختف منك تلفونك، يختف منك شنطتك مثلاً، الأنسات السيدات بيستخدم يطلع سكينة، يطلع أداة حادة، يطلع مسدس، دي كلها بينطوي طوالي مباشرة إنه عايز ياخد ما تمتلك أنت بغير وجه حق، فبالتالي هنا طوالي هيكون الشخص ده هو بيقع تحت طائلة الجرائم الخاصة بجريمة المادة الخاصة بجريمة النهب. القانون نص عليها إنه السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات أخرى ما ترتب على ذلك الفعل من جريمة، يعني إذا ترتب على أذى جسيم تعاقب عقوبة النهب إضافة للجرائم المترتبة على الفعل ده. برضو من الجرائم الشائعة في مجتمعنا اللي هي الجريمة الخاصة بالمادة 179 اللي هي جريمة الشيك المرتد أو جريمة السك المرتد. هذه الجريمة بتتكلم عن إنه إعطاء شخص سك مرتد
في نفس الوقت السائق ده ما يكون عنده مقابل ويرتد لأي من الأسباب النص عليها القانون بعدم وجود رصيد كافي بتحرير الساحب الشيك بطريقة غير مقبولة بالنسبة للبنك بأمر الساحب للبنك بعدم صرف المبلغ. هذه الأفعال أو هذه المادة في قبل قانون 1991 كانت هي من المسائل المدنية، ما كانت منصوصة على في ما كانت مسألة جنائية، ولكن لكسرت يعني التعامل بها ولكسرت إنها هي بقت أصلا الشيك هو عبارة عن نقود، كسرت التداول بين 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 أفراد المجتمع إذا كان تجار أو غيرهم. فبالتالي ألغى المشرع رأى عشان الموضوع ده ما يكون يعني الناس تمتطيه لارتكاب الجرائم والأفعال غير القانونية، أوجد أدخل المادة دي في القانون الجنائي السوداني لإيجاد صبغة قانونية قوية لحماية هذا الصك أو هذا الشيك في عدم التداول به بطريقة ما قانونية. الشخص إذا ارتكب جريمة الشيك ده بيعرض نفسه للمساءلة القانونية في حالة ارتداد الشيك، والكلام ده نص على القانون بصورة واضحة إنه السجن مدة لا تجاوز 5 سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معا في حالة ارتداد الشيك. برضو من الجرائم الموجودة وهي برضو متعلقة بفقرات سابقة إحنا ذكرناها اللي هي خيانة الأمانة، دائما خيانة الأمانة بتقع من أشخاص بيتم التعامل بيناتهم يكون مؤتمن عليه مال أو إدارة مال بيقوم بجحد ذلك المال. المادة دي هي خطيرة جدا لما تنطبق على الموظف العام، يعني إحنا في نصائح سابقة تكلمنا عن قانون العمل، والشخص اللي بيرتكب الجريمة دي إذا كان مثلا محاسب أو إذا كان موظف مؤتمن على مال أو كده وقام استحوذ على المال المتعلق بالمخدم بتاعه أو الشركة أو المؤسسة اللي هو بيعمل فيها دي إذا كان قطاع خاص أو إذا كان قطاع عام، هنا القانون أوجد عقوبة قد تصل إلى الإعدام أو السجن مدة لا تتجاوز 14 عام في حالة إنه الشخص اللي ارتكب تلك الجريمة هو موظف عام، لأنه الوظيفة بطبيعتها أنت بتكون مؤتمن على أموال إذا كانت للمؤسسة أو إذا كانت لعملاء في كيفية التعامل بينك وبين المؤسسة دي. فبالتالي إذا الموظف العام ارتكب تلك الجريمة هو في هذه الحالة هيكون مساءل مسؤولية كبيرة جدا، لأنه هو بحكم وظيفته لابد يكون مؤتمن على ذلك المال، لابد عدم جحد ذلك المال، عدم تبديل ذلك المال، عدم الإهمال في ذلك المال. برضو من الجرائم الموجودة عندنا كثير اللي هي تكلمنا عنها جبيل في 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 أو تكلمنا عنها في 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 نصائح سابقة اللي هي جريمة التعدي، وقلنا إنه علاقة ذكرنا إنه علاقة المستأجر بالمؤجر في إنه لا يجوز للمؤجر إنه يعني يتعدى على ذلك البيت أو الشقة المستأجرة، في لأنه هنا طوال إذا أنت حرمت المستأجر ده من حقه أو ضايقته فيه أو قفلت الباب عنه أو قطعت منه الكهرباء أو قطعت منه الموية أو صرفت أي تصرف فيه مضايق عليه، ويجوز لذلك المستأجر باعتباره هو مالك المنفعة أنه يفتح فيك دعوة جنائية بأنك تعديت على 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 المنفعة بتاعته، حتى لو كان بينك وبينه عقد إيجار، لأنه هنا أنت كمستأجر لابد كشخص مستأجر لابد أنك تحاول تميز بين العلاقة التعاقدية بين الأطراف وبين المسؤولية الجنائية، أنك تقدر تمشي للطرق القانونية والمحاكم يفتح أبوابها لفض النزاعات بين المواطنين. دي نبذة قصيرة عن الجرائم الأكثر شيوعاً متعلق بجرائم الأموال، على ما نلتقي إن شاء الله في نصائح قانونية قادمة، وشكرا جزيلا.
مرحب بكم مازن، متواصلين معكم في فقراتنا بيوت سودانية، ومرة ثانية تحية لكل اللي بتابعونا من كل البيوتات السودانية من داخل من خارج السودان. بالتأكيد فريد، رمضان فرصة كبيرة جدا عشان الناس تغير من نمط حياتها، تغير من سواء كان على مستوى التغذية أو حتى الصحة أو حتى العلاقات الاجتماعية أو حتى العطاء. انت رمضان كان بالنسبه لك بالتحديد عايز تغير في اي نمط مزعج في حياتك؟ والله صراحه انا ما بقدر اغير في اي نمط يعني كده، يعني الناس النمط المشروع لحد هسه ممتاز جدا يعني ظريف، لكن يعني عموما كده هو رمضان بيكون عباره عن دعوه مفتوحه للناس تغير النظام الغذائي. الناس يعني بيكون اي زول عنده فكره مثلا انه داري يتريض، داري يخش الجيم، داري يتمشى، داري يجري، داري بتاع يعني كده، رمضان بيكون ارضيه ثابته جدا في انك انت تبدا بدايه جميله كده. احنا دائما عندنا مشكله مع البدايات، فاليوم نحن حنتكلم عن استعاده التوازن الغذائي بعد شهر رمضان. الناس بصوغوا الدنيا بعد شهر رمضان، والموضوع ده بيجيب امراض وبيجيب حياه كثيره كده، فنحن حنتكلم عن الموضوع ده كده بتفاصيل اكثر مع اختصاصي تغذيه زينب حامد. زينب مساء الخير عليكم، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. مساء النور ورمضان كريم، تصوموا تفطر على خير وكل الشعب السوداني بخير ان شاء الله. مرحبا بك. طيب بدايه يعني نبدا نتحدث مباشره عن اساسيات النظام الغذائي في شهر رمضان. طبعا يعني اساسيات النظام الغذائي انا بقول يعني ما بس في رمضان، خلوها في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان في كل ايامكم الطبيعيه، كل العمر. ايوه، الناس تكون معتدله في غذاء النمط الغذائي الصحي بتاعها، تعتدل في النشويات، في البروتينات، يكون عندها نسبه بتاعه خضروات وفواكه تاخذها دائما في الوجبه بتاعتها، تكسر من المويه برضه، تناول المويه في خلال اليوم يعني ما يكون اقل من 8 اكواب بتاعه مويه في خلال اليوم. موضوع حساب السعرات الحراريه ذا كذا يعني سعرات يعني الحراريه يعني الثقافه دي لسه ما هي شديد كذا، انه مثلا والله الوجبه دي السعرات الحراريه كم، لكن يعني بس كذا نحفظ بالاسامي والاشكال بس كذا يعني. يلا السعرات الحراريه دائما بتكون حساباتها دائما في المستشفيات للعيانين، للوجبات الثانيه للناس اللي دارت تنقص الوزن او كذا. اما بالنسبه للانسان الطبيعي احنا بنديه، ما حنقول له يعني حاجه مهلكه ان نقول لك نحسب لك سعرات حراريه لكل زول، لان حساباتها بتاخذ جرجره مع الواحد، لكن بنوريك الحاجات اللي بتكون مثلا نسبه الحراريه او سعرات الحراريه بتكون اقل شيء انت ممكن تاخذها تنفعك لقدام. جميل. طيب لو عايزين نتكلم عن رمضان بالتحديد، ذكرتي قبل شويه انه مفترض يعني نكون نوازي ما بين المشروبات النشويات والفواكه وكذا. يمكن في رمضان في ناس بالتحديد بتشرب النشا والعصائر، فلكن بعد رمضان ما بيبقى بالنسبه لهم ده اسلوب حياه. لو عايزين نتكلم عن الاغذيه والاطعمه والمشروبات اللي مفترض ناخذها في رمضان لكن ما تاثر بعد شهر رمضان. طيب بالنسبه للزول اللي بيكون صايم او في رمضان، احنا كلنا صايمين، عندنا البطن طبعا ما اخذ فتره طويله هي صايم ما في حاجه، الانسولين طبعا بيكون هابط نازل. اول حاجه بنقول دائما ابدا بشنو، ثلاثه بلحات. الثلاثة بلحات دي ليه؟ عشان هي نسبة الألياف فيها عالية، بتحفز الإنسولين إنه يفرز، بتحفز إنه البنكرياس تفرز الإنسولين، فبالتالي الجسم بتهيئ لإنه في وجبة إن شاء الله جاية وبيكون الإنسولين ماشي بمعدل طبيعي. بعد ذلك تشرب كوباية بتاعت موية، نقول لك اشرب كوبايه المويه دي بعد الثلاثة بلحات، ممكن تمشي تصلي صلاتك وتيجي ثاني بعد ذاتها. مو ضروري ان حاجه دافيه يعني زي مثلا شوربه او حتى ممكن تبدا انت شوربه او النشا زي ما قلت، العاده السمحه كويسه عندنا في السوداني بناخذ نشا دافيه على البطن، تاخذ زي كوبايه صغيره بتاعت شاي او تاخذ شوربه يعني كوبايه بتاعت شوربه برضو صغيره، تاخذ الشوربه وبعد ذاك تمشي تصلي صلاتك. بعد ذاك انت بتكون هيئه البطن انه في حاجه دخلتها، البطن بتبدا تشتغل في عملية الهضم، بتقعد براك كده بتاكل يعني بالراحة. لا يعني ما أول ما أنت الأذان قال الله أكبر، الناس تقع طوال يعني السنين. يعني طبعا. يعني كلامي ده زي الناس تبطل خمج. ايوه الناس اللي بتشرب 15 كوبايه ميه واربعة كده والمزارع بعد شوي يقول لك والله انا ميه ما قادر اكل وبتاع، يعني الموضوع ده عنده ترتيب خطوات معينه كده زي ما قالت. اخذت شربت الشوربه بعد ذاك ثاني تبدا تاكل في اكلك الطبيعي بالراحه براحه، تخلي السكريات والعصائر دي تخليها بعيد. اول ما خلصت خلاص من الوجبه بتاعتك وحسيت ان بطنك اتملت شويه، يعني ما تخليها تتملي فل، تتملي شويه، حسيت باحساس جاك احساس الشبع، وقف امشي اشرب العصير بتاعك. العصائر ذاتها احنا بنقول ما تكون فيها سكر كثير، يعني تكون سكريه معتدل عشان ما تصدم البطن طوال. هو الاعتماد ذاته على سكر الفواكه ذاته في حد ذاته يعني يلا دي الحاجه الكويسه انه لما يكون عندك فواكه حتى لو انت اخذتها اثناء الوجبه او اخذتها بعد الوجبه، هو طبعا الفواكه بنحب نقول افضل قبل الوجبه عشان المعادن والفيتامينات، يعني لما نحصل لها امتصاص لما تكون البطن فاضيه. الموضوع تحديدا تكلموا عنه كده انه فكره الفواكه يعني دائما تقدم على الوجبه دي، يعني احنا حي طبعا احنا عندنا الفواكه دي بتيجي بعد الاكل يعني في فايده محدده يعني تحديدا كده في موضوع انه الناس
تاكل فواكه قبل الوجبه لانه امتصاص المعادن والفيتامينات الموجوده في الفواكه دي بيحصل لها امتصاص والبطن فاضيه يعني ما البطن مليان عشان كده يستحسن انه يكون شنو قبل الوجبه. يلا في رمضان طبعا مستحيل ان احنا نقعد نقبل على الفواكه ونخلي الاكل ونحن اصلا كنا يعني جعانين فما مشكله يعني انت اكل يعني هسه انا بقول شنو شوربه بتاعت الخضار دي برضو ما هي فواكه يعني برضو اقصد خضروات يعني برضو هي فيها شنو فيها الفائده بتلقاها في الفواكه انت لما تاخذها والبطن بتدي الجسم برضو حقها. عندنا برضو سلطه الروب حاجه جميله جدا لما تاخذ معاها دوم حبه شطه برضو بتكون لما تدي كم حاجه كده فيها بروتينات برضو بتدعم الجسم تدعم البطن بحاجه حلوه. في نفس الوقت انت اخذت منها فيتامينات اخذت منها معادن عوضت الجسم عن الاملاح اللي فقدتها في خلال اليوم. فبعد ذلك ثاني تبدا حتى لو بديت انت اكلتها ما حتاكل كثير بعد تاخذ بلحاتك ديل وتاكل الشوربه او تاخذ السلطه الروب اكيد انت ما حتاكل من الباقي الاكل السمبوسه والطعميه والحاجات المحمره اللي هي بتكون اصلا ضاره بجسمك. طيب لو عايزين نتكلم عن تغيير الاوقات الوجبات الرئيسيه تغيير في حصلت في رمضان أيوة طبعا طيب ما هو اصلا دي وجبه الفطور دي خلاص يعني الناس اعتمدت عليها. اما بالنسبه للعشاء والسحور في ناس عندهم عادات بتاع عشاء وسحور العشاء والسحور دائما يعني يستحسن انها تكون بدري كل ما كانت ابدر كل ما كانت احسن لك عشان انت ما يحصل لك سوهب ما يحصل لك ارتجاع مريئي ما تحصل لك ثاني يوم جفاف وانت اكلت بالليل وعطشت وممكن تجوع ثاني يعني لكن كل ما كانت ابدر بيكون احسن يعني انت حاول ان 11 تكون اتعشيت حتى السحور يكون خفيف لو كان رقاق باللبن او الناس شربت كوبايه تاع وجبتين يعني وجبه الفطور الاساسيه دي او العشاء وجبه الفطور ما اساسيه دي مواعيدها طبعا العشاء طبعا العشاء طبعا يكون يعني ماكسيموم 11 السحور ده يكون باقي العشاء يعني هو غايته احنا عندنا حاجات كده يعني الله اعلم كده احنا نتخلى عنها كده ونتركها بالسهل لكن يعني تحديدا الحديث في 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 تغيير الوجبات الرئيسيه دي كده يعني قبل رمضان في فطور غدا عشاء بعد ذاك الحال بيتغير لفطور اللي هو فطور رمضان اللي بعد اذان المغرب وبعد ذاك في عشاء وفي في سحور يلا في ناس السحور ده بيحط له صينيه يعني العوده زاد بيحط له صينيه ما هو دايما يكون باقي العشاء يعني دي عاده خاطئه يعني ما يعني زول ما يفتكر انه الصينيه اللي انت خطيتها دي واكلتها حتكون قاعده لك لما تيجي ثاني يوم تقوم انت تفطر للصيام فاكيد ما ما في سلام يعني ما في فكل ما انت مثلا تعشيت بدك تريح المعده تريح جسمك بتكون انت ذاتك زول فيت يعني كده نشيط ثاني يوم ما بتحس ببدانه ما بتحس بتخمه فدي دي دي يعني الحاجات الكعبه شديد في في عاداتنا تحت السودانيين يعني بالذات اسمعوا في ناس والله صراحه بيسمعوا الاذان بيأذن خلاص هم بيكونوا خلاص في الصينيه يعني طيب يعني تحديدا في في في, في, في النقطه دي بتاعت الوجبات الرئيسيه يعني عشان ما اتخطاها العوده للنمط الغذائي العادي يعني مثلا ثاني يعني الليله خلاص اخر يوم في رمضان بكره العيد يعني الناس من الصباح يعني عرفتي بتخش في الاكل بطريقه كده وبعدين شنو بالذات انا شايل لبه بتاع الصباح زي كده عرفتي الراس بيكون طاري قردل الناعم يعني في حاجات كده بنصوت الوضع صوت جدا يعني ثاني يوم في رمضان مصعب يعني مصعب قرشوي بيسال من قردل الناعم 200 يدعمين طيب الناس الناس بتسال عن الخبايز يعني عشان من صباح الرحمن الشاي بالكمية من البسكويت الحاجة. طيب ما نحن دائما كل حاجة دايرين نرجع لها نحن نرجع لها تدريجيا يعني حتى زول العامل ريجيم وقف ريجيم وما يرجع طوالي للأكل بنقول له أرجع تدريجي نفس الشيء زول الصائم أنت صايم وعودت المعدة دي شهر كامل على نمط معين ونظام معين فأنت ما تقوم تخلعه من ثاني يوم طوالي تقوم تقع في البسكويت وتقع في الشاي أصبر شوي بسكويت شاي ملحوقين يعني صراحة في ناس بيقولوا قرد البسكويت ده خلص من ثاني يوم أنا بستغرب وناس بيقولوا خلص من طيب ما مشكلة أنت خلوا الكوباية تحت الشاي إيه كوباية تحت الشاي يعني فما تتخلع إنك أنت قدرت تشرب كوباية كبيرة وصحن مليان بسكويت وتأكل لا هو نحن تحديدا الناس الوحيدين الشاي باللبن عندنا مزاج فبيكون بمج حاجة كبيرة يعني لا أنت طيب أنت هسه حاليا ما كنت معوده انه ما في شاي كان عندك شاي الصباح وانت صايم ما كان عندك شاي فاشرب كوبايه صغيره اول يوم وخذ لك بسكويتين من البسكويت لانه البسكويت اصلا فيه السمن فيه الزيت يعني فيه البيض فبيكون سعراته الحراريه عاليه فبالتالي ممكن يصدم المعده يصدم الجسم فممكن يزيد الوزن بسرعه وممكن ذاته يكهمك انت ويصدق عن الاكل الثاني ممكن يعني انت شربت شاي ثاني ممكن ما تفطر ونحن عندنا وجبه الفطور دي اهم وجبه طبعا فانت ممكن تفطر يعني
تدريجيا كذا العوده الى الاكل تدريجيا، عود نفسك تدريجيا يعني انت عندك ثلاث وجبات رئيسيه فطور غدا عشاء وخذهم في مواعيدهم ما مشكله. حسيت بجوع ما تقعد تخلع البطن طوالي على اساس انه يعني ده اخر لك يوم انك تاكل فيه. ابدا بالراحه بالراحه وجحت اكل سلطه اكل فاكهه حاجات خفيفه وخذ بلحات حاجات خفيفه تسد لكن ما تقع في البسكويت وتقع في الناعم لانه زي ما قلت لك فيها السمنه وفيها بتعمل مشاكل كثيره ممكن تعمل مصران الناس انه مصران تهيج اليوم الناس عندهم المعدة تهيج اليوم تعمل الالتواءات وتحصل مشاكل تانية. جميل بكده يمكن وصلنا لختام فقرتنا معك يا اختصاصي تغذية زينب حام شكرا جزيلا لهذه المساحة. يديك العافية إن شاء الله رمضان كريم صوم تفطر على خير وكل سنة طيبين كاملين طيب. شكرا جزيلا لك وصحة وعافية للجميع كده لكل الناس المتابعين بيوتها السودانية. نحن لسه مواصلين في بيوت سودانية لكن حنطلع فاصل إعلان ونجي راجعين مرة ثانية. مرحبا بكم وصول لآخر فقراتنا واللي هي من خير بلدنا وخير بلدنا ونحن حاليا في التكوين اللي معمول في السودانية 24 يفترض وهي مساحة كبيرة جدا عشان نعيد كثير جدا من الطبخات بمختلف جغرافيا السودان. الليلة طبخاتنا شنو؟ الليلة يعني واحدة من أصعب الحاجات كذا اللي زول ممكن يتفرج فيها هو صايم كذا يعني بما إنه يعني بيوت سودانية هو برنامج على الهواء مباشرة فنحن بعد شوية حنشوف شيء يتصاج على الهواء مباشرة لكن يعني حنتحاول نتجاوز الموضوع ده كده دايما من خير بلدنا هيكون في ثبات او التكل هو ياتي برعايه كريمه من شركه كوفتي واليوم الشيف سميه احمد حتورينا شيء للصاج. سميه مساء الخير وكل سنه وانت طيبه. الليله حاعمل شيء لكن بلحمه الضان فشويه عامله فيها ما بكتر البهارات عشان طعم اللحمه ما يتغير فبعمل فلفل وبعمل كزبره وملح وليمون كزبره وملح ايوه وليمون بس عشان يستفيد يعني طعم اللحمه ما يروح لي ففي ناس بيعملوها باللحمه العجالي برضو كويسه لكن معناتها الضغط انا جعان ولا ما سمحت الملح لا سمحت عامله ملح فلفل وكزبره وليمون يعني ما بكتر بهارات عشان يستفيد بطعم اللحمه ما يروح. طب هي اصلا دي شويه صاج ولا على الجمر؟ لا على الجمر بتكون مباشر على الجمر دي شيء بتاعت الصاج. طيب يعني انت قبل شويه حطيت الشحم اول حاجه ايوه يلا الشحم عشان شنو يعمل لي شويه صاج ما يكون تمسك اللحمه وعملت فيها زيت من زيت كنوز يعني فريد الثبات اهم حاجه لا يعني دي هي لحظات صعبة. يقين ما ثبات هو أكثر من إنه يعني. هي لحظات صعبة. دار شيء تاعتي يمكن. طبعاً يعني ما أقول لكم في اللحظة دي يعني الريحة. هي يعني دائماً أسهل الشكل بتاع يعني مثلاً إحنا في. اللي هي حاجة عيد الأضحى مثلاً. أيوة بتشتغل بين. إحنا قاعدين نعملها. بنفس الطريقة. بهارات كده بنفس الطريقة. أيوة. لا في ناس بيختلفوا في ناس بيعملوا. البهارات بعدك صح؟ لا. في ناس بيعملوا اللي اسمه شنو ده الشمار لكن الشمار بيسود يعني بتاكل لون اللحمه سوداء ما بتاكل لك يعني لونه نفس اللون بتاع اللحمه فما يعني الحاجه الكويسه انك تستفيد من طعم اللحمه نفس المذاق ما تكتر البهارات تكون بهارات بسيطه. طب انا ما اعرف لكن على حد علمي اللحمه لما نعمل على في 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 الأضحية لما نعمل في على الجمر فبتكون بس هي من غير اضافات لا ديك ذاك السلات السلات من غير اضافات لكن اللحمه بتعمل يعني شيء زي الجمر ايوه بنعمل فيها الاضافات فيها هناك بهارات كده بتعمل فيها هو ما بعد حتى يعني مرحله بتاعت استواء لا في ناس بيعملوها يعني كده لكن الافضل عشان يكون طعمها يعني حلو تطهيها من برا وبعدها تيجي تحطيها. طيب التطهير بالذات يعني في ناس مثلا بيبهروا اللحمه بدري جدا يعني مثلا بيقول لك عشان تكون فتره طويله أيوة. تتشرب بالبهارات بس الاحسن كده انك تتعامل كده ولا مثلا تتعامل قبل طبعا الافضل انها تقعد فتره الافضل يعني كل ما قعدت تاثير حيوي في الطعم بيكون كيف بتكون ارهب. طبعا
عندي عادة سيئة جدا يا فريد في الأضحية، لما يمسكوني يعني حاجة بيمسكوني حاجة بسيطة طبعا عشان ما أخرب لهم الدنيا، لكن بأكلها يعني. لا هو الزل بالذات الزل بأكل الزل بيعمل شيء ما بيأكل والله، يعني بيكون من الريحة خلاص اكتفى. لا أنا بأكل والله. هي قلتلك بيمسكوها حاجة بسيطة، حاجة بسيطة أنا عارفينها بتاكلها، حاجة بسيطة زي بيمسكوها لها بتاكلها. بارك الله في بارزه يعني، بس شايف بعدين شايف بدأت تتحمر سريع ما شاء الله. ايوه فذات اللون، شايف اللون، اللون ما بيكون لون اسود يعني، لما تعمل الشمار بيكون اللون بيتغير اسود، بيبقى اسود، لكن كده بتحافظ على لون اللحمه والطعم عشان ما يتغير كمان. حتكون في اضافات بعدها؟ لا ما كده على كده خلاص. انا عامله معاها طحينه يعني مهمه طبعا، الشطه عشان رب غلوبكم حبة. الليمون ذاته بيتعامل مع البهارات ولا أيوة. بيكون هناي برضه؟ لا لا بعمل ليمونة وحدي، معلقة صغيرة على حسب الكمية بتاعت اللحمة يعني، معلقة صغيرة بتاعت كزبرة وفلفل وملح بس خلاص. يعني يمكن يكون يعني الشيء دي واحدة من أكثر الأكلات اللي احنا قاعدين نعملها وبنحبها، ويمكن يكون كل الناس كده يعني أيوة. شباب وبنات يعني كل الناس بيعرفوا يعملوا شيء تصاي كده، واي زول عنده مزاج معين طريقته أيوة. اختلافات كده يعني انتوا هسه يعني انت لاسباب معينه انت عملت البهارات بسيطه يعني ايوه عشان طعم اللحمه احافظ على طعم اللحمه. في شكل ثاني من البهارات مثلا مختلفه، بهارات ثانيه مختلفه مثلا؟ عاده بيتعامل مع شيء في ناس بيعملوا، في ناس بيعملوا، في بيعملوا البهارات الجاهزه دي سبعه، وفي ناس بيعملوا يقول له الشمار، لكن الشمار انا ما افضل انه يتعامل لانه بغير لون اللحمه طوال بتغير بيبقى اسود. الطراوه تحت اللحمه ما عندها علاقه بال الطراوة دي في حالة ان انا سبلتها من بدري خطيتها بتكون طرية اكثر. بالله والله يا سلام. الفرق ما بين لحمة الضان والعجالي؟ العجالي ما بتنفع مع ناس يعني فيها نسبة الدهون عالية ما بتنفع مع الناس الدغيط ما بتنفع، لكن الضان يعني حتى لسع العجالي ممكن الضان تشيلي منها تكون رخصة. ايوه الضان ممكن تشيلي منها الشحم تخليها صافية تضيفي لها زيت بس خلاص على كده. انا جوعت يا فريد مع انه من جبل صابره من جبل شبكاني والجو رهيب سكر الفطور يا ما حاكل ولا شبعان الريحه بتشبعي فالعاملين عليها طبعا نعم هذا احنا ما يعني كده الصحن نسيت بس ما جبت العيش لا لا ما جبت العيش جيب يا باب عيش يا زميلي لكن هي مشت سريع ذاته شوف اللون ذاته اللون ما تغير يلا فعلا انا كده بديت اعمل ما بين اللحمه اللي انا قاعده اعملها البسيطه اللي بدوني ليها اللي بعملها بتبقى سوده طوالي يلا عملتي فيها كان شمار ما مذكره يا اخي ما عشان ما قاعده تعمل حاجه بدو لها جاهزه بدو لها جاهزه معناها جاهزه ما قاعده تعمل حاجه كده لا والله بتكون سوده مباشره نفسي اللون ده بحب اللون ده شديد يعني يلا ده الشمار الشمار بيقلب لون اللحمه بيقلبه وبعدين طعمه بيكون عشان بتحت يحرق بيبقى لونه اسود انا كده على استعداد اعمل لناس البيت ان شاء الله في عيد الاضحى ان شاء الله يعني ما شاء الله اللحمه هي لونها نفسي محافظه على لونها والطعم بعدك بيكون يعني لكن الناس اللي ورا الكاميرات دي نفسي الوانه كلهم انقلبت يعني قربنا قربنا الفطور قرب هي هانت بعدين ال- 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 الشحم بيدي نكهه معينه كده الشحم بيديك يديك زي لما تبخيره بيديك طعم الشواء اكثر يعني حتى لما يكون مثلا صافيه ما فيها شحم بعمل الشحم في البدايه عشان ما تلصق لي ويديني طعم بتاع الشوي يا سلام عندها زمن محدد يا سمية؟ لا ما عندها زمن فانت بتحسي انه اللحمه عارف كيف نجطط بتشوفي الدم يعني ما في دي كده خلاص استوت جميل. انا طبعا كنت بدوق كثير يا فريد دي ما عندي بتنتهي منها بدوق عشان اعرف هيري دي شكلها من النوع اللي بيقولوا هنا خلوا ريم تيجي تدوق تشوف اني جطر شكلك ضواقي بس بتدوقي ما في في ناس تخصصات في البيت كده ضواقين بس يعني لا من هي قالت انا يعني بتقلب سوداء معناها ما عارفه اساسا جواب بتتعامل شنو بيجيبوها لها جاهزه في ده يعني لكن يا سميه يعني دي حقيقه لا بس من هنا ثاني ما تعمل شمار عشان تحافظ على اللون طيب جميل لكن هي عاده ما بتاخذ زمن طويل يعني لا حتى لما تكون بكميات كبيره يعني لا لا ما بتاخذ يعني لازم الكميات كبيره دي محتاجه لسخن بارد عشان طوال تكون حاره ايوه بتكون لك بارده تحطها في سخن بارد وتعني تعمل كميه ثانيه لكن التتبيله تكون كلها واحده حتى لو كميات كبيره بنفس الغدر بنفس المقدار لا بنفس المقدار يعني دي هسع بنفس المقدار معلقه معلقه من كل حاره لو كان اكثر لو كان اكثر حتزيد كميه البهار البهار اي بتزاد
هسه ده كيلو طبعا صح؟ ايوه ده كيلو اللي هو بمقدار عشان الناس الحابه يعني الطبخة دي او الجمر تعمله بالمواصفات دي بالتحديد يعني معلقه صغيره صح؟ معلقه اللي هي صغيرة من العاديه حقت القهوه دي يعني معلقتين ومعلقتين من الفلفل معلقتين كزبره وملح وليمون وليمون ليمونه واحده ليمون كم واحده حبه واحده حقت ليمون تمام جميل هي شيء الصاج يعني تحديدا كذا بيكون فيها عضار يعني اي ما بتكون صافيه كذا مثلا هي لا شيء الجمر بتكون صافيه لكن شيء الصاج يعني بتكون ملخبطه عظام مع ضنبيه فيها بتكون زيت فيها صح؟ عملت زيت هاي زيت كنوز يمكن الزيت مميزه لا كميه بسيطه لا ما بيميزه يعني ممكن الزيت تعمليه في حاله انها هي صافيه ما فيها عضاء ما فيها شحم تعملي زيت يعني حسب العاده نحن بنعمل فيه شيء الجمر زيت اي طبعا ده اول مره المعلومه دي يعني. لازم تعمليها لازم دي كده اثنين ما مره واحده اللي هو الكزبره وسع الزيت جميل بارد خير لي قبل ما انا كده خدت من زيت كنوز ايوه عملتها من زيت كنوز حبه اضفت عليها لانه ما فيها شحم مع بعض البهارات اي مع البهارات معنا قبل ما يعني اخذت الشحم الشحن كان عمل عمايل كذا جميلة في تسخينة روايح كذا ما شاء الله يعني جميلة جدا عطرنا يعني عطرنا المكان نحن الليلة بيت تسلم يا فريد وترت الشارع برا ذات نصيبكم والله أنا متوتر براي والله أنا ما فاهم ليت يا عمي نصيبك يا فريد لكن أنا كنت يعني صامدة فجعت والله طيب نحن تقريبا كذا باقي لنا زي ثلاث دقائق هتكون طلعت تقريبا أنا تخليه هسي كذا شبهي صح؟ شبهي استوى شوية تأخذ لون شوية ذهبي اللي هي زي اللون دي الظاهر في الأطراف أيوة في الأطراف فكده بتكون خلاص لأنه إحنا هنودي تبقى دي وين يا فريد الشيء ده إحنا نوديه وين لا ما حنشيله بقصير أصلاً عشان نمشي نخزنه لأنه فيها عظام شوية حتأخذ يا سلام شوف الناس بدها تصهر كده ما قربنا نختم الحلقة كده في هنا يعني اللحمة بتجيب الناس من بعيد الريحه شامين الريحه انت في النهايه ولا يا سلام يا عليلي ايوه احنا على الهواء يعني في ناس كثار يعرف ان اعصابك بايظه انت يعني يمكن تكون اكثر حاجه يعني بتميز الشيء الريحه بتاعتها نفاثه جدا شديد شديد ففي ناس بيعملوها اللي يعني في ناس بيعملوها اللي هي حقت اللي يقولها شو حقت الصاج اللي هو ما مجدد أيوة. العادي فدي بتتعمل عشان تاخذ الطعم بتاع الشوا بتبخرها يعني بتشيلها مثلا جمره بتحطها في حاجه يا قزاز او يعني ما تكون بلاستيك وتكب عليها زيت وتغطيها باعتبار تكون مدخنه تضيق طعم الشواء يعني حتى لو ما عملتها بنفس الطعم لا دي معلومه جديده معلومه ثالثه الاحساس بتاع هناك احنا وصلنا لنهايه مخير بلدنا برعايه كوفتي وبرفقه الزميله سميه احمد وشيء الصاج استمتعنا جدا وتوترنا جدا وجوعنا جدا جوعنا جدا تسلم يا فريد لكن احنا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم كمان بيوت سودانيه كده شكرا لك كثير يا سميه تسلم يا فريد شكرا لك كثير كده ان شاء الله بالحنان والشفاء الله يخليك يعني كل الناس تتابعوا كل الناس الحابه انها تعمل شيء صايد بالطريقه البسيطه وكمان شكرا جميلا شيف سميه تسلم يا تسلم يدك كثير تسلمي كثر خيرك كريم شكرا جزيلا فريد على الرفقه يا سلام فريد جميله يا ريم كده سعدت بك جدا وبتمنى انه الحلقه كانت ممتعه وخفيفه لكل الناس اللي تابعونا اليوم شكرا لك كثير شكرا وكمان تقبلوا تحيات فريق عمل اليوم بيوت سودان لحد ما نتلاقى في مساحات ثانيه تقبلوا تحياتي و